السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديدة تحت إطار مهم للناس الجدد بألمانيا، محلات البيو ماركت. أكيد في كل مدينة إخواني أخواتي راكين واحد المحل سميتو بيو ماركت، غير الأسماء تختلف. شخصيا حنا في بايرن عندنا دانس بيو، مثلا عندنا الناتورا، فغير قلبوا اكيد غادي تلقاو. وملي تدخلوا لهذا المحل ستنصدموا، راه فيه شي حوايج مستحيل تلقاوهم في بلايص اخرى. فنشارك معكم بعض الاشياء اللي تتقلبوا عليها وتتسولوني عليها. اول حاجه غادي نشارك معكم حب الرشاد اللي تيتسمى بالالمانيه كريسي من هذه الماركه ديال زونانتور. غادي تلقاو الحلبه بوكس هورن كلي 2 أورو 89. وحدا هاد المنتوجات تلقاو آلة تنبيت البراعم، تاهي تتسولوني عليها. شخصيا عندي أخواتي هادي فيها طبقتين، كاينة حتى ديال 3 طبقات، وكاين حتى الكأس شبخوسن كلاص تيتسمى 10 أورو 49. غادا ندوزو دابا لشبيه أو بديل غنسميه أملو، اللوز مطحون 100%. بطبيعة الحال نتوما غادا تزيدو شوية أركان، وغادا تزيدو عليه كذلك العسل الحر. وهنا كاينين ماركات مختلفة، وعلى حسب كما تتشوفو 250 غرام راه ماشي هي 500 غرام، يعني الأثمنة أكيد مختلفة. وحتى الماركات فقط عقلو على مندل موس، يعني 100% مكتوبة خاصة تكون ديال اللوز مطحون. غادا ندوزو الفول السوداني، حنا في المغرب تنسميوه الكاوكاو، حتى هو مطحون 5 أورو 79 مثلا، هنا كاينه 500 غرام. هذا رخيص بزاف، شخصيا جربته البنات ما عجبنيش المذاق ديالو. كاين هازل نوس موس اللي هو البندق، حتى هو تيطحنوه 100%، كما تتشوفوا الثمن ديالو 6 أورو 79. وكاين كاشو موس ولا تيقولوا ليه الكاجو، حتى هو تيطحنوه وكما تتشوفوا الثمن ديالو نص كيلو 14 أورو 79. غادا ندوزو دابا الكريمة حب العزيز، ونقدر نقول لكم هنايا بالنسبة ليا اكتشاف رائع جدا، عجبني بزاف بزاف المذاق ديالو، وعاد بطبيعة الحال الفوائد الصحية ديالو اللي أكيد أخواتي قلبوا على حب العزيز. فيه 67% حب العزيز مطحون، وما تبقى هو الزيت ديال نوار الشمس، يعني منتوج طبيعي 100%، كله صحي 1000000%. غير قراو قبل ما تشريو اي حاجه، فانا تنقول لكم هذا اكتشاف رائع جدا بالنسبه ليا. غادا ندوزو دابا الحبوب اللقاح، ولقيت لكم هذا اللي فيه 200 غرام، راه كاينه 100 غرام تتكون قل في الثمن، يعني الا بغيتو تشريو اولا تجربو مثلا هذه الماركه ديال الوس. غادا ندوزو دابا البروبوليس، ولقيت عندهم هذا اللي هو كاين في شكلين، خاصكم تردوا بالكم اللي فيه العلامه الخضراء، هذاك هو اللي حلال حيت ما فيهش ماده الكحول، في 30 مللتر والثمن ديالو 7 أورو 99. غادا ندوزو دابا الكلوريلا، حتى هي على جاءت على شكل حبوب. غادا تلقاو سبيرولينا، حتى هي كذلك موجوده على شكل حبوب. الماكا كاينه في هذه الماركه وكاينه في ماركه اخرى، غادا نوريها لكم، الاثمنه مختلفه فكما تتشوفوا. كذلك الكركمة 100% كركمة طبيعية. المهم هادو راه مساحيق، ولا بغيتو تقولوا بودرة ديال مثلا الهيمبيغي اللي هو التوت الأحمر، فايتسن غراس اللي هو مسحوق عشبة الشعير، فايتسن غراس كما تتشوفوا الثمن 4 أورو 99. كاينة المورينغا، مورينغا 100% بيو 6 أورو 99 100 غرام، جاءت في ماركة أخرى كما تشوفون غير 120 غرام 11 أورو 99. اختلاف الماركات اختلاف الثمن. أنشارك معكم زيت الحبة السوداء في 100% طبيعي هو. بالنسبة لهذا المنتوج هو الحريقة، احنا عندنا في اللغة المغربية هم يعرفوا بالقراص، هذاك الحريقة اللي تتحرق، هما دايرين على شكل بودرة معروفة جدا أنها غنية بالكالسيوم والمغنيزيوم والبلاستوفن، هما الألياف الغذائية. غادا ندوزو دابا لوفنتسان، الا كنتو تتقلبوا على الغبره ديالو او المسحوق ديالو، حتى هو تيتباع في بيو ماركت، اللي هو الهندباء، الهندباء الا كنتو تعرفوها. بالنسبه مسحوق الباربا اللي غنيه بحمض الفوليك وكذلك ماده الحديد، فثمن 6 أورو 99. غادا ندوزو لهاكي بوتيل اللي هي ورده المسك على شكل بودره او مسحوق، وهنا لقيتها في عده ماركات، ماركات مختلفة والأثمنة كذلك، وحتى شحال كل باكية شحال فيها من غرام. هاغي بوتي راه وريتها لكم حتى في محل الدائم كما تتشوفوا في عدة ماركات. لقيت عندهم حتى باوباب اللي تنشري أنا على شكل زيت، هما عندهم على شكل غبرة 7 أورو 99. والهيبيسكوس، نعم الوردة ديال الهيبيسكوس هي تيديروا منها بولفا، فكما تتشوفوا.
غادي ندوزو دابا للحبوب، وعندي ليكم هنايا حبوب الصوجة، دائما تتسولوني على اخواتي، راه موجودة في محلات البيو. كذلك حبوب الشعير، فايت مشاركهم معاكم في غير فورم هاوس اليوم في هذا المحل ديال دينس، 3.49 الثمن ديالها. غيرستا كما تتشوفوا، وبوخ فايتن وهو الحنطة السوداء كما تتشوفوا. غادي ندوزو دابا لواحد الدقيق مميز اللي هو دقيق زريعة الكتان كما تتشوفوا لاين ميل. وهنا عندي لكم هاد الوردة اللي تتسمى لوبينن ميل، دقيق هاد اللوبينن اللي غني بالزنك والمغنيسيوم وكذلك البروتينات. غادي تلقاو حتى الطحين ديال الكوكو، دقيق الكوكو. وعندي لكم هنايا هافا كلاي اللي هي النخالة ديال الشوفان، النخالة ديال القمح العادي يعني القمح الكامل. وهنايا عندي لكم السميد ديال القمح الكامل. هارت فايتسن غريس هو السميدة اللي مستخرجة من القمح الصلب، مثلا هذا يجي به المسمن. دينكل غريس هو السميدة ديال القمح القديم او الدينكل اكيد تتعرفوه. بالنسبة للكوسكوس لقيت هذا اللي مستخرج من القمح الكامل، هذا ماشي الهارت فايتسن القمح الصلب، لا القمح الكامل يعني بنخالته دايرين منه الكوسكوس. كذلك لقيت الكوسكوس مميز اللي مستخرج من الدينكل القمح الكامل يعني بنخالته، دينكل فولكورن كوسكوس كما تتشوفوا. اما بالنسبه للهيرسي تنقول الاخوات اللي مازال ما بغاوش يطيقوا انه إلان، سيروا الويكيبيديا راه غادي يقول لكم الجواب صحيح. بالنسبه للمايس كريس هو السميد ديال الذره. اما بالنسبه للبيض ديال السمان ولا السمان، غادي تلقاو هنايا مثلا في هذه البلاصه هذه، شوفوا فين مخبع، نعم جاء في هذا الشكل عشرات البيضات صغيرين تيديروا شي 4 اورو فاصله 49 كما تتشوفوا. اما بالنسبه للبذور القطونه والنخاله ديال البذور القطونه، غادي تلقاو حتى هما في هذا المحل تيتباعوا، الثمن ديالهم بحال الدي ام ويمكن هنا احسن. كما تتشوفوا هذه راه هي بذور القطونه فلوزا من بوحديزه، اما هذه ملي تتقراو فلوزا من شالن يعني النخاله، يعني غير الغلاف ديال بذور القطونه، يعني ردوا بالكم هذه هي البذور والاخرى النخاله راه باينه. غادي ندوزو دابا طماطم المركزه، حتى هي تنديروها في الحريره، عندهم حتى هما تما بيو، الثمن انا جاني مناسب، راه عرفتو لقيت واحد السطل فيه كيلو غير 4.99 اورو. عندهم اللازانيا المستخرجة من الدينكل او من الحنطة، فكما تتشوفوا عندهم اشياء مميزة. ولقيت عندهم عدة انواع ديال النودل بالنسبة للوليدات، مثلا هنايا حروف كما تتشوفوا مستخرجين تهما من الدينكل. الدينكل دائما هو رفيت شرحة لكم القمح ديالو تيكون الفيتامينات فيه اعلى، يعني بالنسبة للوليدات طب. كذلك مثلا النودل بصفة عامة، الوان واشكال حروف ارقام، قلت نوريهم لكم الا كنتو مهتمين. كاين اللي فيهم العدس، كاين اللي فيهم العدس الاحمر، العدس الخضر، اللوبيا، كاين كذلك مثلا هذا فيه الباربة، يعني الا بغيتو تشمتوا الوليدات خاصة لما كانوش ياكلوا لكم مزيان وعزيز عليهم النودل، فنوعوا لهم مثلا من هذا المحل بيو وداكشي كامل صراحة صحي. وكان هذا الاسبوع انقبوط 2.99 اورو. غادي تلقاو كذلك في هذا المحل الصابون الحلبي، يا اما تيكون 100% مثلا مستخرج من زيت الزيتون بحال هذا، او كذلك فيه واحد شويه ديال الزيت الغار او ما يعرف بورقه سيدنا موسى الزيت ديالها. المهم هنا لقيت صراحه العديد من الزيوت، وكاينين حتى منتوجات طبيعيه يعني بالنسبه للماركات المعروفه المشهوره هما تتلقاهم في هذا المحل. نقدر ندير بكم شي جوله شي نهار ان شاء الله. وصلت لنهايه الفيديو ديالي، تنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم اخواني اخواتي على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.